ملحقتش افرح بالملايه؟ انا ملحقتش افرح بالملايه، انا لسه فرشاها. يا صباح العسل، يا صباح يا صباح السكر، يا صباح الفل. وحشتيني وحشتيني وحشتيني. عامله ايه؟ أكتر. الحمد لله. جماعه رز المحطه ده انا اللي جايبها لها وانا جايه. فين الرز اصلا؟ اللي بجد لسه انا جايبها لها وانا جايه. مش عاجبني. تفهتي. عامله ايه؟ انت عامله انت ايه؟ بس والله اول ما جيت قعدوا يعيطوني، والله مش فاهمه في ايه. انا اروح بيتي مش عارفه، في جو كده كابه شويه في البيت، بس مش مشكله يعني، مش مشكله. لا ده غير ماما عيطتني اول مره، ان ماما مش رايحه الحج فقعدت تعيط. بابا بقى تاني مره وراني فيديو وانا اصلا اي حاجه حزينه، قال لي والله مش حزين، وقال لي ان هو مش حزين وفرجنا عليه وقعدت اعيط. انت عشان حشاشه والله عجيب، والله عجيب. انت بنت حشاشه جميله. المهم دلوقتي هتتغدي ايه؟ ايه عايزه اكل؟ هديك ثلاث اختيارات خضار. تلات اختيارات خضار. اول حاجه ملوخيه، بسله، لوبيا، بطاطس دمعة. انتي كل دول تاكليهم؟ لا اختاري انتي حاجه منهم. ايه اللحوم بقى؟ فراخ اكيد. فراخ. مش عايزه لحمه. مش عايزه لحمه. تحبي تفطري ايه اول حاجه؟ لا انا مش عايزه افطر. شدي لسه داخله افطري اول. لا هو عشان يعني قلت لك انا عايزه افطر هتفضحيني قدام الناس، وقلت لك ما انا عايزه افطر. خش انت عامله لي جميل ايه؟ تعوريني. خدي يا نانو امسكي. ايه ده؟ انت جبتي البشكير. اكتر حاجه نفسي فيها البشكير. لا شبه بتاعي. اكتر حاجه نفسي فيها البشكير. طب ما ده نفسي. ازيك يا حبيبتي ليه؟ طب ما دي اهو جبت لك الطقم اللي لقيت البنك اللي كان عاجبك. احلفي. لا بهزر. بهزر والله. ده طقم تاني، بس انا والله قعدت ادور لك على طقم يكون شكله كيوت وحلو فجبت لك. يعني ده بتاعي؟ بتاعك منين؟ لا لا بتاعك. يعني انت هتجيبهولي؟ انا مش لاقيه المخدات بتوعه. لا خدي لما تجيبي مخدات. طب اعمل ايه؟ انا ما كنتش لاقياهم، هو من غير مخدات اصلا. مفيش طعم من غير مخدات، هتلاقيه جوه انت مع الكرات. اما ابقى الاقيه بقى المخدات بجيبها لك. وجابت لك روز اصلا ولا لا؟ حبيبتي حبيبتي يا بنتي ابدا، بدل ما انا الروز ده غالي جدا والله. خلاص اكلته. بدل ما انا جبت لك انت جايبه لي. لا والله ده انا جايبه عشان يجي بقى عندك. اتفرجي مثلا كده، اتفرجوا بقى، حط لها الحامل. نادين هتغير لبيت السرير. يلا يا نادين. انا ايه مروحه بمليتي. يلا حبيبتي. بصوا يا اولاد بقى، انا قمت كده بدري، مش بدري قوي، كنا الساعه 9. فضلت قاعده كسلانه مش عايزه اقوم، مش عارفه. هو ساعات اليوم كده بيبقى حلو، وساعات اليوم كده بيبقى استغفر الله العظيم يا رب يعني ايه خانقه شويه. والله ساعات الواحد بيبقى زعلان متضايق من غير سبب. يعني انا قايمه من يوم متضايقه من غير سبب. فالمهم كنت في المرحله دي ما كنتش متضايقه بصراحه. قمت الصبح كده طلعت توست وحطيته في الاير فراير. انا بحب احمصه، لو عندك توستر حمصيه في التوستر. انا بحمصه في الاير فراير كده بيطلع جميل. قلت النهارده اعمل اكل جميله بقى، اكله ايه جامده كده. قطعت بصلايه وقطعت خيارايه مخلله، وقلت ايه عندي علبه تونه في الثلاجه قربت يعني تقولي ارحميني. قلت يلا يا بنتي يا نشوه. ام امير انت وانت نايم انا عملت تونه، وعملت تونه كتير عشانك، وحطيت عليها مايونيز وصوص من انت بتحبه. لسه انا ما عادش اكل منه اصلا، اقسم بالله. قاعده كل ده بقى هتاكل دلوقتي؟ طيب انا عاملاه بتوست كده، في توست جاهز اصلا. هات. معلش يا جماعه، يعني امير كان نايم، مشاكل عائليه. امير كان نايم وقلت له امي يا امير ام النوم، ما قلتلوش على الفطار، اتغدى على طول. المهم يعني جبت علبه التونه وقطعت قرن فلفل حامي وطماطم بصل. انا ما بحبش احط طماطم مع التونه. حطيت شويه مايونيز وحطيت عليها شويه صوص كده اللي هما بتاع السندوتشات ده، وعصرتين ليمون، وقمت مقلباه طبق سلطه محترم. يعني ايه، انا قلت بقى عندي لسه زي ما هو، قلنا نتعشى منه. ممكن ده هو كله تقومي عجنه عجينه تحطيها كده فوقها على شويه جبنه موتزاريلا، واعملي بيتزا التونه بيعملوها، بتبقى برده جميله، بس احنا مش بنحبها. ممكن كده نغمس عيش وبتاع وكده. بصوا العيش محمص طالع ناشف ازاي، متحمص من الاير فراير، هو اللي مفتوح كده من فوق. عملت بقى سندوتشين، بس ما اكلتش غير واحد والتاني سبته ما قدرتش اكل منه بقى. عملت بقى سندوتشات كده زي ما انتوا شايفين، اللي هما التوست ده كده اهو. قلت بقى اعمل لي كوبايه شاي، كنت عايزه شاي. وبعد ما ظبطت ما لقيتش شاي، الشاي كان عندي، ما عنديش حد يجيب لي شاي، لان طبعا انتوا عارفين بصحى بدري وهما بيبقوا نايمين. فقعدت بقى كده لوحدي، عملت الفطار كده الصبح كده، وصوت بقى ايه اللي عارفه انت بقى، الطبيعه بقى والحاجات اللي حواليكي. والفطار كان جامد وكان فطار حلو. بعد بس يا ولا، بعد ما قعدت افطر كده، وكانت نادين بقى جت بعدها بشويه وسلمت عليكم زي ما هي سلمت عليكم، قلت بقى ايه اما اعمل لها الفطار بتاعها.
هي انا كانش عندي بقى جبنه وكانش عندي حاجه اعملها، فقلت بنتي يا نشوى عندي صباع كفته كده بطلعه، انا بطلع عندي كيس كفته بحطه في الفريزر، ساعه ما اتزنق في اي حد جاي لي اي حد عايز ما اعرفش ايه طلع حتتين سبعين كفته اعملهم سندوتش، فانا دي مش هتاكل غير واحد بس، طلعت لها واحد بس والله، والتاني كمان طلعته وحمرته بس هي مش هتاكله، وحطيت لها كده توست عليه شويه جبنه وشويه صوصات. بطلوا خناق، بص اكنك عامله دايت. الله ده ايه ده، امسكي كده وافتحي كده. وريني من عندك. واو، ما اعرف الحاجات اللي انا بحبها. ده انت عامله لي سماش برجر بجد؟ والله. طب ليه كده؟ عشان انت بتحبيه. بس ما اديتش اكتر لك عشان تتغدى. عشان اعرف اتغدى. لا لسه بدري على الغدا، افطري بس وروقي على مزاجك واتغدي. يا ناناسه انتي ما صبحتيسي. طب واحنا فطرنا انتي ما صبحتيسي عليا ليه اصلا؟ انا حزين، انا حزين اصلا عشان انا بسنن، انا بسنن بقى وعايزين عايشه، مش عايزه اكل، مش عايز اكل. انت خشموني برضو؟ مولع. انت خشموني اهو. انتوا انا عايزكم، عايزكم، انا بحبكم، بحبكم، تعالوا تعالوا. انا عاوزكم. انت عاوزاني ولا عايزه الموبايل يا بنتي الكشمه انت؟ نعم. ايه ده بقى، ايه ده بقى، ايه ده بقى، ايه رايك مدلعاك يا بتعالي كل يوم؟ جميل جدا. يا ما انت كريم يا رب. الحمد لله نادين جابت لي اللي نفسي فيه. تعرفين ان انا عندي دايما دايما مشاكلي في حياتي ان انا ما عنديش ملايات سراير. يعني انا ساعات يا اولاد اشتري حاجات واجع على حاجات تافهه ما اشتريهاش. ايه الغرض؟ ما تفهميش، كسل، استخسار، والله ما تفهميش. ملايه السرير بقى كل شويه اغسلها وانشرها. نادين بقى جابت لي ملايه السرير، بس عايزه اقول لكم بقى ان السرير بتاعي عشان المرتبه دي من نوع الحلو العاليه، دي هتبقى عايزه ملايات تفصيل. يعني الملايه اللي انا شاريها دي كنت مفصلاها يعني وكلفتني 300 جنيه، هي عايزه تفصيل بقى عشان تيجي مقاس كبير، لان بص حتى الملايه دي كبيره بس برضو في حته من المرتبه برضو اجيبها يمين اجيبها شمال بتبقى باينه. نادين بقى دخلت قعدنا نتسير سوا طبعا زي اي ام وبنتها، وقعدنا نتكلم وتوريني رسايل وتكلم مش عارفه مين وتوريني ايه ومحادثات ايه، وهي لازم لما نشوف بعض نقعد نحكي لبعض كل اللي حصل واحنا مش موجودين. ده تلاقي المخده اكتر حاجه بكرهها، راكب كيس المخده، لان كمان كيس المخده صغير على المخده فدوخها عمال مركبته. وكانت نسيت بقى التكوتين، اللي يروح عند قناه عالم نادين يقول لها التكوتين بتاع امك ابعتهم لها، كيس التكوتين بتاع امك ابعتهم لها يا نادين. كلام ايه واضح. قلت بقى دخلت كده البطانيه في الشمس وقلت بقى مفرش التسريحه كده ظبطها. انا كناش هو يعني مش بحب ارص حاجه على التسريحه، انا بحب التسريحه فاضيه، بس ايه قلت النهارده اطلع كده يا ولاد بقى عندي كم حاجه كريم، لا كم معرفش سبري، لا قلت اما احطهم كده يعني ايه يعني ادلع نفسي بيهم شويه، افرح نفسي بيهم، معديه كده ايه تحس ان في 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 انثى في المكان. فقمت حطاهم كده. انتوا بتقولوا لي نشوى الاسبري والبرفان ده حرام يا جماعه، انا ما بخرجش بيه، بس بني ادمه في البيت بتبقى عامله برفانها، بتبقى عامله حاجات كده يعني. المهم بقى ايه، بشد بقى ستاره كده واشمس الاوضه، تبقى الاوضه كده نضفت وزي الفل. هي الارض بتاعتها انا كنت اصلا منظفاها اول ما انا صحيت. طبعا سجدت الصلاه واعملي الحركه دي وهتعجبك قوي. احب دايما سجادة الصلاة اعطرها بمعتر عود، بس انا ما عنديش معتر عود فبعطرها بمعتر. وقمت كمان جبت بخور كده وبخرت كده ايه سجادة الصلاة وبخرت الاوضه كلها. علي داخل في الوضع ده بيقول لي بنتي انا شفت بتحضري عفاريت. ايه ده، هتطلعي لنا حمامه من تحت السجاده؟ لا قعدت ابخر سجادة الصلاة عشان كده وانت ساجده تحسي كده بريحة حلوة، والملايكة كده تحب المكان الحلو. انا دايما احب اعطر سجادة الصلاة مش عارفة ايه. فنادين دخلت بقى قعدت ارقيها ولا اللهم صل على النبي، وقعدت ايه نهزر مع بعض واقرأ لها بقى المعوذتين وهي تقرأ لي المعوذتين يعني ايه، وقعدنا نهزر بقى طول البخور ما بيعملش حاجة ايه، ما بيعملش حاجة بس ايه حلو يعني. فتحنا بقى كده الدولاب بالمرة وقلت ابخر شوية الهدوم بتاعتي، انا احب اعمل كده. قالت تقول لي يا ماما الهدوم دي مين اللي رصها لك كده؟ قلت لها والله انا يا بنتي. قعدت ابخر بقى كده الدولاب من جوه عشان يبقى ريحته حلوة، والاوضة كده اتبخرت ونضيفة وزي الفل والشمس فيها. سبت البخور كده في الشمس وما كنتش اعرف الغلطه اللي انا هعملها. نادين بقيت ماما انا هقعد اتمرجح على الكرسي الهزاز. قلت لها مش غلطت بقى وجبت مين؟ سلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم بقى كده خلاص. والله ايه دي منوره السرير، هي منوره السرير. هي مين؟ هي سوريا.
السلام عليكم، انت جيتي على سرير النضيفة؟ واحد عايز يسمع كوباية قهوة، يسمع كوباية قهوة ويشرب ام كلثوم يعني، ام صح؟ اقعدوا بقى انت القعدة الرايقة انت وابنك. رجع والله رجع السرير، ما لحقتش افرح بالملاية، ما لحقتش افرح بالملاية، انا ما لحقتش افرح بالملاية اللي لسه فرشاها. حلوة، امشي اطلع بره، امشي. شوفي يا بتزعلي ازاي، بيبص لك ان انا بزعل. ايه يعمل فيك ايه؟ منديل. انت ايه بتنادي المناديل دي يعني في الكافيه؟ اللي في الكافيه هيجيب لك مناديل؟ معرفش. خلاص يا بابا. طب شوفي بقى، اخد مني المناديل. امسح لنفسك، انا مع الباقي من كل حاجه لنفسي. سلام عليكم، سلام عليكم يا شيخة حاجة، باي باي. لا 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 غلط. باي باي حاجة، باي باي. هدوء بقى، هيقفل علينا ما عادش حد يكلمنا. بعد بقى ما غيرت بنيه السراير، فقمت طالعه ايه، شغلت عليها الغساله على طول على كام ايه طقم كده من الفايدين. ما بحبش اسيب غسيل عندي، اغسله اول باول كده يبقى ايه، ما بقاش عندي كومه غسيل. ونشرت الغسيل ولميت شويه غسيل، وعارفين انتوا ايه موال الغسيل بتاع كل يوم، نشرت الغسيل والغساله شغاله عشان ما يبقاش عندي غسيل. وهنا الشمس زي ما انا بقول لكم بتخلص في 10 دقايق. بصوا بصوا الكراكه كده ماشيه تحرض الارض، وانا واقفه الارض دي كمان اما تتزرع هيبقى الحته كلها شكلها جميل. قعدت اتفرج، انا احب اتفرج على الحاجات دي على فكره، الكراكه وهي بتزرع، الناس وهي بتحصد الزرع، الناس وهي بتزرع، احب اقعد اتفرج على الحاجات دي قوي يعني. انا احب اعمل كوبايه شاي واقعد هنا اتفرج كده في البلكونه، استمتع بالحاجات دي قوي. ايه لما نشرت الغسيل وقمت نازله بقى، كانت نادين اخذت ابنها وقعدت في الاوضه، وقفلت عليهم الباب وقلت لهم بقى عيشوا مع نفسكم، هترضعوا هتاكلوا هتغيروا هتقعد شويه بقى يعني تبقى ايه قاعده كده ايه مع نفسها. وشويه اساسا هي خرجت الولا وقعدت مع نفسها لوحدها. دايما البنت لما تروح عند بيت اهلها دايما كده بتحب تعيش ان هي لسه مش انا عودت نادين على كده. فينا اخدنا منها الولا وسيبناها تنام شويه تقعد شويه، ممكن تكون هي ما بتنامش في بيتها، اللي عندها عيل صغير بيزن وبيعيط دي الله يكون في عونهم، فممكن تكون ما بتنامش في بيتها، سيبها تنام شويه، سيبها ترتاح شويه. هتقولي ما بتساعدكيش ليه؟ والله بتبقى عايزه تساعدني، بس هي بتبقى جاي لي يوم هقف اشغلها، انا كده كده بقوم اطبخ للعيال وبطبخ زي ما بطبخ كل يوم، وبخلص وافضل قاعده ما بعملش حاجه. لكن هي الله اعلم بتبقى جايه سهرانه اصلا، الولا ما بينيمهاش سهرانه مش عارفه ايه. سامعين زنه؟ سامعين الزن بتاعه؟ الزن يا زنان، انا هسميك الزنان. عايز يلف يبص لي، هو سامع الصوت بس عايز يلف يبص لي. وجبت بقى كده ايه، قلت ما اعمل اكله حلوه، جبت جبت ربع كيلو لحمه، كان نص الطبق قسمته النص، ربع كيلو لحمه بس هحط في الكبه. بصلايه انا ولعت اول على فرخه تستوى، عمال ما انا كنت عملت الوصفه دي، بصلايه وفلفلايه في الكبه، ونزلت عليها بالربع كيلو لحمه المفرومه، ونزلت عليها بقى بشويه بقسماط، وهحط عليها البهارات. انا جبت البهارات وحطيتها كده في العلب بتاعتها ودخلتها ايه، عمال ما هيبقى ربنا يكرم نادين وتجيب لي علبه البهارات، كنت انا عجزت بقى. وحطيت شويه خضره وشويه ملح وشويه بهارات لحمه 7 حبات وشويه فلفل وشويه كمون بس كده، وتقومي ضربه ده كله ببعض، الخضره بالبقسماط باللحمه بالبصلايه بالبهارات، وتقومي ضربهم كده ضربه مبرحه، وعملت كده احلى اكله. كمان هتعملي النهارده اكله جميله وطعمها حلو، وكمان اكتر اكله عجبتهم يعني، اكتر اكله عجبتهم. انا بحب ادهن ايدي بس زيت، لان الكفته لسه معموله دلوقتي فلسه ايه يعني ما شمعتش، فبس بلي ايدك كده نقطه زيت كده وتصبعي الكفته تعمل معاكي بسرعه. قعدت كده كورت الكفته كلها، هم حبه صغيرين بس البصل والخضره والحاجات دي بتكترها كده، والبركه بتكتر والله في الاكل. وقلت انا هعمل صينيه جنبي، انا كده كده مولعه على فرخه، وتبقى ايه صينيه كفته كده جنب الاكل، وهتبقى طريقتها حلوه قوي وسهله وهتعجبكم جدا يعني، هي عجبتهم قوي يعني. قوموا اعملوها على طول بكره الوصفه دي، قومي اعمليها بكره على طول، جميله. صبعت الكفته، انا بقى غلطت ان انا حطيتها في الاير فراير، هقول لك غلطت ليه. انت ما تحطهاش في الاير فراير، انت هتعملي ايه، هتسيبيها على جنب ماشي، وتقومي بقى مقشره البطاطس بتاعك، دول 3 4 بطاطسيات حسب البطاطس وحسب اللي هتكتري، بس ما تكتريش قوي لان انت لسه هنضيف خضار تاني،
وحسب اللي ولادك بيحبوا ياكلوه. ممكن تضيفي لها كوسه، ممكن تضيفي لها بتنجان، ممكن تضيفي لها اللي بتحب تضيفيه براحتك، ممكن تضيفي لها بروكلي، ممكن تضيفي لها قرنبيط. يعني هي صينيه خضار مشكل كده، ما هي مش طول مش طولي، بس يعني صينيه خضار مشكل. قطعتها كده مكعبات متوسطه، وبرده عندي جزرتين هطلعهم اقطعهم مكعبات متوسطه كده. هاخد نص البطاطسيه دي واحط النص البطاطسيه الثانيه في الشوربه، يمكن صوفيا ياكلها، يمكن عم علي ياكلها لان علي بيحب ياكل البطاطس المسلوقه. وقمت كده حطيت البطاطس في المصفى واخدتها غسلتها، وجبت الجزرتين دول قطعتهم قشرتهم بنفس المقشره. المقشره الحديد دي حلوه، اللي عنده جميله، واللي مش عنده يجيب الحديد ما يجيبش البلاستيكيه دي، تقريبا غاليه شويه مش عارفه بكام، بس حلوه نوعها حلو. وقطعت كده الجزرتين، وكان عندي فلفلايه وقرن شطه هقطعهم كبير، مش هقطعهم صغير، هقطعهم كبير شويه كده عشان ايه يعني الاكل كله يستوي كده مع بعضه. ونروح بقى على البوتاجاز، هنجيب طاسه نحط فيها شويه زيت ونحمر فيها البطاطس اللي احنا قطعناها مكعبات. حلو الكلام، كلام جميل. كانت الفرخه بتستوى معايا جنبي هنا، فكنت طلعت الشوربه وكانت استوت اصلا، يعني انا هطفي على الفراخ اهو. فقمت بقى قلت ايه بالمره اجيب بقى شويه حل اعمل شويه الملوخيه، لان نادين كانت طالبه مني ملوخيه. والله عايزه اقول لكم الاكل كتير والملوخيه والاكل زي ما هو اهو، وانا غلطت ان عملت اكل كتير، بس مش مشكله بقى ايه دلوقتي يتعشوه وياكلوه بكره هما ورزقهم. جبت حله صغيره حطيت عليها معلقه ثوم مفروم، انا بجيب جبت الثوم حطيت عليها معلقه ثوم مفروم، انا بحب احط معلقه ثوم مفروم في الاول، واي نعم بطش برضو تومه في الاخر، بس برضو معلقه الثوم المفروم اللي في الاول بتدي طعم حلو حتى لو هتعملي فصين ثوم في الشوربه. وطلعت كده كام كرنيب شوربه على قد كيس الملوخيه بتاعك. انت بقى هتحسي ان الملوخيه تقيله معاكي زودي لها كرنيب شوربه كرنبين براحتك. وسبت كيس الملوخيه هو جامد، فعشان كيس الملوخيه جامد دايما لازم تجيبي مضرب وتضربي كده الملوخيه وانت واقفه، تقلبتين تقلبتين وتقلبتين هنا على البطاطس. احنا عايزين البطاطس مش تستوى سوا كامل، بس تتحمر معانا تحميره حلوه. وبعد كده ما تحطي الملوخيه ما تخليش الملوخيه تغلي، ماشي، تقعدي كل شويه تقلبيها ايه بالمضرب بتاعك. هنجيب بقى الصينيه هنطلع البطاطس، البطاطس خلاص اتحمرت معانا هنطلعها عشان نحط خضار تاني. كل ده في الطاسه اللي احنا شايفينها دي، هنطلعها ونحط خضار تاني. احنا كنا مقطعين مع بعض ايه جزر، هنحط الجزر بالفلفل اللي احنا قطعناه مع بعض، بس لما نطلع كل البطاطس ما تاخدش منك لون، خليها صفرة كده وحلوه. نزلت بالجزر وشويه الفلفل، وحطيت كمان شويه بسله، يعني شويه بسله كده، البسله ما بتتحمرش بس هي تتشوح تشويحه كده مع الجزر، وتبدا تاخد شويه سوا. اول ما تنزل في الصينيه تستوى تبقى جميله وتبقى طعمها حلو. هنعمل طشه التوم بقى بتاعت ايه الملوخيه، الملوخيه لازم طشه. حطيت معلقه فص توم مفروم، ونحط عليه معلقتين كزبره ناشفه لما يتحمر معايا وياخد بقى اللون الحلو بتاعك، بس ما تخليهوش يغمق عشان ما يغمقش منك الملوخيه، وما تغطيش الملوخيه عشان الملوخيه ما تسقطش منك. تقلبتين كده وتقومي يلا طشي وتشهقي الشهقه بتاعتك، وكده عملتي احلى ايه شويه ملوخيه. انا بحب احط لها بس شويه كمون وشويه فلفل صغنطوطين زياده عن طعم الشوربه عشان يدوا ايه طعم حلو يعني عشان كده. بصوا الملوخيه لونها عامله ازاي، لونها اخضر وجميل وحلو وطعمه. خلاص كده كانت الجزر والبسله ما اخدوش تشويحه، ما فيش خمس دقايق. المفروض الغلطه اللي انا غلطتها بقى في الاول اللي قلت لكم عليها ايه، ان انا بعد ما اشيلها كنت المفروض احط الكفته، يعني الكفته انت تحطيها بعد البسله على طول، مش لازم تشغلي عليها الاير فراير وتستهلكي كهربا، لانه بقى غلطت غلطه هنا، بس هي ما عرفتش وقلت لها بعد كده. هي دقت الملوخيه ورجعت المعلقه تاني، قلت لها لا يا نور ما ينفعش تدوقي، فطبعا هي كانت لسه صغيره فبتتعلم بقى. المهم بقى ايه، في نفس الطاسه حطيت معلقه توم او بصل مفروم براحتك، وقمت طش عليها بشويه الطماطم. الطماطم تغلي غلوه معايا، لما تحس ان هي سبكت شويه بشويه ملح بشويه فلفل وشويه بابريكا، تنزليها على صينيه البطاطس بالخضار اللي انت عملتيها بالكفته. اول ما تحطيش الطماطم نيه هتغيب معاكي كده لا مش هتبقى حلو. كانت الفراخ ما شاء الله استوت وطالعه، بص الصدر لوحده والورك لوحده مستويه مستويه مستويه. زودت الشوربه شويه ميه عشان احط لها شويه شعريه ولسان عصفور وكله. كانت الملوخيه زي الفل، دقتها لقيتها حلوه وجميله طفيت عليها. ده الخضار اللي انا قلت لكم عليه، هنشيل بقى الكفته نحطها عليه كمان، ومفيش ملح ولا بهارات ولا حاجه، احنا مبهرين الصلصه اللي احنا هنطشها عليه. احلى صينيه واسرع صينيه خضار واوفر صينيه خضار ممكن تعمليها بربع كيلو لحمه مفرومه، هتعملي الصينيه دي وهتشبع وهتملي البيت خير وبركه، وجميله جدا وطعمها خطير يا ولاد، طعمها خطير بجد يا ولاد. نانو بقى قلت لها خلاص يا نانو احنا خلصنا اكل، فنانو قالت لها خلاص انا هحضر ايه السفره. طيب هي بقى قعدت تحضر السفره، قلنا نعمل بقى سفره جامده. يعني انا بقى ما عنديش كوبايات للشوربه زي زمان، يعني فكنت ما عنديش اطباق بولات للشوربه،
في البيت التاني بقى، فعملنا الشوربه في كوبايات زي زمان. احنا عندنا كنا زمان نحط الشوربه في كوبايات عادي يعني. عادي الشوربه عادي يعني مش مشكله. حطينا الشوربه كده، فانا كنت عملت شويه شعريه للشوربه، وان انا بقى طلعت كده الطواجن الملوخيه وطلعت الفراخ، وهي انا بقيت اغرف لها وهي تخش ترص السفره على مزاجها، يعني هي اللي كانت بتحط على مزاجها. اغرف انا طبق الرز ورحت اوديه، وكل ده ايه نانو نادين مستخبيه بقى ايه ما تعرفش عننا حاجه. احنا هوبا في ثانيه كنا مخلصين كل حاجه عشان ايه تخرج كده بعد الاستراحه اللي هي اخدتها تلاقي الاكل جاهز. احنا ندلعها بقى راضي اللي جايه تقعد معايا يوم الصبح ده. انا اكتر يوم بحبه اللي نادين بتيجي تقعد معايا في يوم الصبح، بيبقى كده جو حلو. طلبت مني كام واحد اخضر؟ ايه شوف امي ماشيه ايه طلبت، عايزه ايه تاكلي ايه؟ ملوخيه اه وبطاطس بسله. ماشي تعالي بقى، ايه رايك؟ الله دي الملوخيه، دي البطاطس، ودي البسله. الخضار ده جدا مع بعض، البسله والملوخيه والشوربه والفراخ المحمره اللي عليها ليمونه. الاكل كده محسن قوي اهو. مش كنت بعت لك في الكورت ايه رايك بقى كده؟ حققت لي كل ما تتمنى. اه والله ماشي. اه والله اقعدي بقى كلي يلا. رشيتي رشه ملح وفلفل؟ والله رشيت ملح وفلفل وعصره ليمونه. تعلميني الطبيخ. لا صراحه الجو حر. ماشي رجلي اتقاصت. تعالي يلا يا نان، ايه رايكم في الاكل؟ سفرة صغنطوط اه عشان تدي طعم الخضار وهيبقى طعمها حلو. ايه رايك؟ حلو جدا حلو جدا. عامله شعريه؟ اه عامله كل اللي انت بتحبيه. والله حلو قوي. يلا يلا ناكل.